السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم معنا بقناة عفيفة للتكييف. رح نحكي في الحلقة هذه عن موضوع البيتراب اللي هو كوع الريحة وطريقة تفصيله وليش بتفصل بالشكل هذا والمقاسات والارتفاعات الضرورية اللي لازم نأخذها عن البيتراب، فخليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. طلبوا بعض الأخوان المتابعين نحكي بتفصيل أكثر عن البيتراب كوع الريحة وأهميته والمقاسات تبعاته، فرح استجابة لطلبهم رح نحكي عن البيتراب اليوم بالحلقة هذه بشكل خاص. البيتراب اللي هو كوع الريحة مثل ما حكينا سابقا أهميته هو عدم رجوع الهواء اللي بيكون محمل بالروائح من خط الصرف الصحي إلى وحدة التكييف بسبب وجود ماء في المنطقة هذه، بيكون في ماء فيها، فبالتالي الهواء ما بيقدر يدفع الماء ويرجع لهناك. كنا حكينا انه الفنت هذه ضرورية تكون بين وحدة التكييف الفان كول يونت وبين البيتراب علشان توازن الضغط تبع المي اللي في البيتراب حتى ما يصير فيه سايفونينج، ما المي ما تنسحب وتطلع برا. بعض الاخوان سألوا انه طيب الفنت هذه ما بتسحب هواء من المجاري؟ لا، ما بتسحب هواء من المجاري، لانه هذه موجوده في نفس الحيز مفتوحه على السبيس اللي فوق السقف المستعار اللي ماكينه التكييف اصلا تسحب الهواء منه، الهواء الراجع، فما في اي مشكله فيها. لكن لو احنا تركنا جهاز التكييف فتره زمنيه طويله تصل الى شهر مثلا بالذات بالصيف، شيء طبيعي انه المي اللي هنا راح تنشف، وبالتالي فقد الماء الموجود في البيتراب وفقدت فعاليه البيتراب. نفس الشيء بيحصل معانا في الدرين تبع الكرامي الحمامات او المطبخ الارضيات، نفس الشيء اذا ترك فتره طويله نجد ان الماء نشفت فيه فممكن الروائح ترجع. بالنسبه للبيتراب في المكيفات له حسابات معينه بهمنا نحسب المسافه A اللي هي بين اسفل الماسوره اللي موصوله مع الفان كول يونت والماسوره اللي رايحه على الصرف الصحي، هذه المسافه بنسميها A. في حال كان جهاز التكييف المروحة تبعته تدفع من خلال الكويل بنسميه درو ثرو، عفوا تسحب من خلال الكويل بنسميها درو ثرو، فبالحالة هذه المسافة هذه A لازم تكون 2 انش بين هنا وبين هنا 2 انش زائد الضغط تبع المروحة. المسافة بين هنا وبين هنا هذه المسافة B بنسميها B، هذه المسافة في الحالة هذه بتكون مساوية للضغط تبع المروحة. أما إذا كان جهاز التكييف من النوع اللي هو blow through اللي هو يدفع من خلال الكويل، بتكون المروحة قبل الكويل وتدفع من خلاله، draw through بتكون المروحة بعد الكويل وتسحب من خلاله، فإذا كانت draw through عفوا blow through المروحة فالمسافة A بتكون على الأقل 1 إنش، يجب أن تكون 1 إنش، وهذا غالبي في غالبية الوحدات التكييف اللي بتكون blow through بتكون أكبر شوية، لكن المسافة بتكون 1 إنش. أما بالنسبة للمسافة اللي هي B عندنا فيجب أن تكون ضعف ضغط المروحة. فهذه المقاسات A و B هي اللي بتحدد لي ارتفاعات المواسير في البيتراب حتى أحافظ على عمود المي اللي يستطيع أن يحجز رجوع الهواء من خط الصرف إلى وحدة التكييف، وبالتالي ما يكونش في عندي روائح. يا ريت تعملوا لايك للفيديو وتعملوا شير للناس اللي بهمهم، ويسرنا استلام ملاحظاتكم إذا في أي ملاحظة أو أي استفسار. يعطيكم العافية، شكراً.